ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمة. مهم جدا اننا نحصن جسمنا ونقوي جهازنا المناعي، خصوصا انه في ظل انتشار الاوبئة اللي الواحد بيسمع عنها، وبقينا خايفين ايه يا ترى اللي هيطلع لنا جديد، هنعمل فينا ايه؟ بس للاسف في ناس مش مهتمة حتى باكلها الصحي ولا حتى بالمكملات الغذائية، وسايبة نفسها لحد ما يجي لها مشكلة وتبدأ تفوق. طيب ازاي نقدر نقدر يكون عندنا شغف ان احنا نقوي مناعتنا من غير طبعا ما نزهق، وازاي اقدر اعرف انه انا مناعتي قويه او مناعتي ضعيفه؟ طيب هل نكتفي بالاكل الصحي؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه مع دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. دندون نورتيني وشرفتيني حبيبتي عزيمه، دايما موضوعاتك جميله ودايما فيها اضافه، ودايما يعني بتضيف لنا معلومات كل مره بتكوني معايا، حاجات بتخلينا نبقى قاعدين مستمتعين وبنعرف حاجات اخطاء كتيره بجد احنا بنقع فيها. طبعا اكيد فكره بقى المناعه دي موضوع مهم جدا، خصوصا ان احنا بنطلع من بعد فصل الشتاء بنبقى مهتمين قوي، بندعم في فصل الشتاء، وبعدين نطلع من فصل الشتاء نحس ايه شويه بقى الصيف نتنفس شويه، يعني الولاد ما بتبقاش بتتعب، الجو ما بيبقاش برد، احنا مش بنبقى حاسين احنا مناعتنا ضعيفه ولا لا الا لو تعبنا. صح. فكل الحاجات دي عايزه اعرف انا اقيس ازاي انا مناعتي كويسه ولا ضعيفه، اعمل ايه يعني احط كده نفسي على التراك ازاي اعرف انا في الصيف والشتاء اخد ده صيف شتاء ولا في الشتاء يعني تهنا والله بنتوه صدقيني. هو تعزيز جهاز المناعي مش مقتصر على الشتاء فقط اطلاقا، دي مقوله خاطئه. أوكي. جدا جهاز المناعي في كل الفصول، يعني شتاء وصيف وخريف طول الوقت لازم جهازنا المناعي نقويه ونعززه لان ده جيشنا. تمام. جهاز المناعي من اهم الاجهزه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لجسم الانسان لمحاربه اي جسم غريب دخل عليه، لمحاربه اي بكتيريا اي فيروس، واحيانا طبعا لو المناعه قويه نقدر نحارب بيها لا قدر الله الخلايا السرطانيه. طيب ازاي نقدر نقوي جهازنا المناعي؟ موضوع بسيط جدا جدا. نقوي جهازنا المناعي بطرق بسيطه. زي ايه؟ اولا سوء التغذيه ده بيقلل وبيضعف جهازنا المناعي. سوء التغذيه دي كارثه، لازم يوميا اكل اكل صحي، خضار سلطه فاكهه، ابقى عارفه ان انا لما بالعناصر الغذائيه المفيده للجسم. النوم المتقطع والنوم الساعه 7 الصبح وافضل نايمه بالنهار وصاحيه بالليل. بالليل هو اللي بيحصل فيه ديتوكسيفيكيشن وخروج السموم من الجسم، وهو اللي بيحفز لي جهازنا المناعي. التخن او الزياده جدا في الوزن ده بيضعف الجهاز المناعي. عدم الحركه تماما ده بيضعف جهازنا المناعي. التدخين بكثره ده بيضعف الجهاز المناعي. ان احنا ناخد المضادات الحيويه بدون استشاره طبيب، عمال على بطال عمال ابلبع في مضادات حيويه، ده بيضعف اكيد الجهاز المناعي. المسكنات من غير استشاره طبيب، ادويه مثبتات المناعه اللي فيها كورتيزون باخدها كده مع نفسي من غير استشاره طبيب، كل الحاجات دي بتضعف لي جدا الجهاز المناعي. ازاي اعرف مثلا ان انا الجهاز المناعي فيه مشكله؟ ممكن من تحليل السي بي سي لو عندي خلل في الوايت بلاد سيلز، او الحاجات العاديه بقى، مثلا لو انا باكل سكريات كتير جدا في اليوم طبيعي ان انا ما عنديش مناعه. لو انا باخد كميه سكريات ما فيش مونيتور للسكر ما فيش مناعه. لو انا مثلا طبعا ما بشربش ميه خالص ما فيش مناعه برضو. لو زي ما انا قلت الجهاز الهضمي لازم اركز في الجهاز الهضمي. لو عندي طول الوقت قيء مستمر vomiting او اسهال مستمر وما جريتش على دكتور بطن او دكتور السبب. لازم اعرف السبب ايه، لازم اعالج السبب، اهتموا جدا بالجهاز الهضمي. ولو الجهاز الهضمي فيه مشكله حتى لو اكلت اكل صحي واخدت مكملات غذائيه مش هيحصل امتصاص للفيتامينات والمعادن. فطريقه سهله جدا جدا ان انا اقوي جهاز المناعي، العب رياضه شويه لان الرياضه بتعزز جهاز المناعي، انام نوم كويس ونوم عميق. لو عندي ارق نقدر اقول الفيتامينز المهمه عشان يحسنني المود، واكل اكل صحي، واخد المكمل غذائي مهم جدا وبرشحه جدا لكل الناس. المناعه مش مقتصره على الرجال بس، مناعه ستات ورجاله. برشح لهم اي ال بي مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الغذاء، المتوافر في سلسله صيدليات معروفه موجوده في كل محافظات مصر. اللي مش قادر ينزل الصيدليه يشتريه بتقدروا تتكلموا عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه بيوصل لحد باب البيت. طيب
طب هسألك حاجة بقى، في احنا فعلا بنتخلق بمناعة قوية ولا ممكن ناس تتولد بمناعة ضعيفة؟ ممكن يعني بيبقى احيانا حاجات بقى كده، يعني ممكن في ناس بتتولد بس احنا نقدر نقوي جهازنا المناعي، واحيانا مع كبر السن او فجاه بيبقى في مشاكل مناعيه حتى بعد ما بنكبر. يعني مثلا لو حد بيقول لي مثلا شعري بيقع، اخد فيتامين لو عندي مشكله في المناعه هي المؤديه الى تساقط شعر، لازم اعالج السبب الاول وادعم بالفيتامينات. لو يمكن مرض السكر النوع الاول، ناس كتير ما تعرفش ان هو مرض مناعي. ان يعني ايه خلل في المناعه؟ يعني ربنا خلق المناعه تهاجم الفيروس والبكتيريا. ساعات بيحصل خلل ان كرات الدم البيضاء بتخش تهاجم الجسم نفسه. ده خلل في المناعه. لو دخلت هاجمه البنكرياس بيعمل لي سكر نوع اول. لو دخلت هاجمه الشعر، خلايا الشعر او بصيلات الشعر، يعمل لي الالوبيشيا، ده مرض مناعي. لو والهاشيموتو، او لو دخلت هاجمه الغده الدرقيه، فبيحصل احيانا خلل في المناعه. لكن ازاي نقدر وقت الخلل في المناعه؟ لازم اجري على دكتور مناعه فورا. ازاي اقدر اعزز جهازي المناعي؟ بالاكل الصحي وفيتامينز، مهمه جدا جدا للمناعه، ويبقى ليها انتيك يومي بيخش الجسم، فيتامين سي. ايوه، والزنك. نوع الفيتامينز بقى الاثنين دول ومعهم نحاس، لان الزنك مش هيشتغل من غير نحاس. تمام. اقوى فيتامين ومعدن للمناعه فيتامين سي وزنك، والاثنين اكيد موجودين داخل قلب مالتي فيت.